من جملة الأشياء اللي يعني هي ضرورية لنجاحنا في مشروعنا اللي أنا يعني منذ أن استلمت مهامي بالوزارة وأنا أحمل هذا المشروع، مشروع بناء دولة، بناء مؤسسات، بناء مؤسسة أمنية مهنية احترافية ولاها للعراق، هذا مشروعنا. من جملة هذا الأشياء اللي ساعد في نجاحنا للمشروع هو توسيع قاعدة المشاركة. احنا من دون ان يكون عندنا تعاون اول مرة في ما بيننا، لا يمكن اليوم لفريق رائد كقائد لهذه القوات ان ينجح اذا مو تتعاونوه. تعاونوه في تنفيذ الخطط والمهام والوصايا والسياقات اللي اليوم نتبعها، تغيير المناهج التدريب، كل ما اليوم نعمل على النهوض ب أداء الوزارة أو قوات الشرطة التحدي، إذا مو أنتم تتعاونون معها وتأدون هذه الأشياء أكيد ما راح ينجح. وهكذا بالنسبة للوزير، فتوسيع قاعدة المشاركة هم تتأتى من خلال القاعدة مشاركة الآخرين في اتخاذ القرار، في وضع الخطط، في متابعة الأمور. وكذلك بالنسبة للدائرة الأوسع هو مشاركة المواطن، مشاركة الناس. عندما نشعر المواطن أنه إحنا جايين لأجل خدمته، لأجل تحقيق أمنه، لحفظ ممتلكاته، أكيد راح يتعاون معنا. فيحتاج لنا أيضا أن نوسع قاعدة المشاركة. وبالنسبة إلى داخل الوزارة هم أؤكد على ضمن يعني توسيع قاعدة المشاركة والاهتمام بالمنتسبين، دولي هم الأساس. اليوم أنتم كقادة وآمرين شنو تقاتلون؟ تقاتلون بالمقاتل، بالجندي. يجب أن تهتم بالشؤون الإدارية، موضوع الجرحى، ذوي الشهداء، من الجانب الأخوي الشخصي أو من جانب اللي هو ضمن واجبكم ضمن الأمور الإدارية، ضمن سياقات العمل من خلال الدوائر المعنية أو الأقسام أو الشعب ومتابعاتكم أنتم، أو كما قلت من جانب الأخوي. يحز حقيقة بنفسي أمس بالليل أن أطلع على مقطع يرسل إلى صفحتي الخاصة على الفيسبوك، أحد الضباط وهو برتبة رائد ينجرح في عمليات بيجي. هذا الفيديو يصور نفسه مضروب وطلقة والآن شلل على الفراش، يقول 9 أشهر ما حد زارني. هذه ما مقبولة. كل واحد من عندكم لو صير بهاي الحالة ما يتأذى؟ أكيد يتأذى، أكيد يصيب الإحباط، أكيد تأثر على معنوياته. وهذا يفشل كل خططنا وأدائنا لمهامنا وطموحاتنا اللي إحنا نطمح أنها بأدائنا وعملنا. أريد أشير إلى جملة وأنا هذا ألتقي بكم، هاي فرصة إن شاء الله تتكرر هذه اللقاءات ضرورية، إلى جملة من الوصايا والتوجيهات. أولاً وأرجع وأكرر موضوع المهنية، وأن يكون ولاءنا للعراق وأن نبتعد عن التجاذبات السياسية أو الولاءات، وأحياناً تجاه القضايا من باب العلاقات، من باب العشيرة، من باب الكذا تدخل هذه القضية السياسية. هذه خلوا لها حد. وكما قلت أنه إحنا نتعامل مع الجميع بدون تمييز، لنتعامل على أساس المواطنة. مقابلنا أنت إن كنت أمر فوج، إن كنت مدير قسم، إن كنت في أي موقع في هذه الوزارة، نتعامل مع الآخر إن كان منتسب أو إن كان مواطن، موقعك إلى علاقة وتماس مع المواطن، نتعامل على أساس مواطنته، لتباوع على هذا شنو انتماء هويته. هذا هو اللي نجحنا فيه مهمتنا. الأمر الآخر اللي نوصي به موضوع الضبط، وخاصة بالنسبة لكم كوحدات قتالية، وحدات فعالة، قوات شرطة اتحادية، رد سريع، أفواج طوارئ، كل هذه الوحدات القتالية، هذه قضية جوهرية موضوع الضبط. قوام عملكم ونجاحكم هو موضوع الضبط. الضبط أهم شيء به هو التدريب المستمر. هذا أكد على القائد الاتحادية في تطبيق الخطط والتدريب
مناهج ونشرات التدريبية يجب أن تكون عندكم بشكل مستمر، تدريب التدريب ثم التدريب، لأن التدريب يعزز ثقة المقاتل بسلاحه، يكسب مهارات قتالية ويعزز ثقة بالنفس التدريب. فلا بد أن تولون هذا الموضوع اهتمام بالغ، وأيضا تطبيق سياقات العمل، الالتزام بالأوامر بالتوجيهات بالتعليمات، موضوع القيافة والزي اللي يجب أن يكون زي موحد لكل صنف من الصنوف، هذا يجب أن يكون، هذا يعكس الضبط للوحدة من خلال القيافة والهندام ونظافة الوحدة. الأمر الآخر موضوع الحفاظ على الممتلكات. اليوم احنا تدرون العراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية، هناك صعوبة، لا تتصورون سهل اليوم التجهيز بالعتاد أو السلاح أو الوقود أو أي شيء. السنوات السابقة كان للأسف ماكو كان خطط صحيحة، وصار هدر بالمال العام وصرف بسخاء، لا يوجد سياقات، لا يوجد ضبط. اليوم احنا أمام هذه الأزمة، يجب أن نحافظ على هذه الممتلكات، على العجلات، التجهيزات، السلاح، العتاد. مطلوب الضبط في الإدامة والصيانة والصرف، وخاصة بالنسبة للعتاد. الأمر الآخر موضوع مكافحة الفساد. الفساد اللي بينا أنه هي حالة اليوم استشرت بالدولة وبالمجتمع، هذا الموضوع اللي يحتاج لتعاون. من دون أن نتعاون لا يمكن أن نكافح هذه الآفة، لا يمكن أن نقضي على هذا الخلل الموجود في دوائرنا وأجهزتنا. وهذا الفساد منكر، يجب أن نتعاون عليه في مكافحته وفي القضاء عليه، لأنه بوجود الفساد أيضا لا يمكن أن نحقق أمن. الضابط أو المنتسب أو أي شخص فاسد لا يقوم بواجباته بالشكل الصحيح، ولا يمكن أن يحقق أمن للناس. فلا بد أن نتعاون في هذا المجال، وأن يكون هناك رصد ومحاسبة وإبعاد وإقصاء للفاسدين والمفسدين من مواقع القيادة والإمرة. طبعا بس في نفس الوقت احنا نأكد هذا العمل يجب أن يتم من خلال الأدلة، ودون التشهير بسمعة الآخرين واعتبار وحيثية الآخرين. لا يجوز هذا في الوقت اللي احنا نكافح الفساد بس بأدلة، مو هيك مجرد اطلاق الكلام العام واتهام الاخرين، هذا لا يجوز. ايضا كان اكو موضوع الباحث ناقشنا به في هيئة الري، انه نبات بالارزاق انتم يصير عندكم فائض، تستقطعون هذا المبلغ. هالقضايا دققوا بيها، لا تتهاونون بيها. كان الكلام انه اقتراح، يعني انه خلي يصير استفادة من هاي في جوانب اخرى للمعركة. نحتاج احيانا ادامة صيانة كذا، وبالتالي هو لخدمة المقاتل. هذا فساد، اشرنا انه هذا فساد، لان هذا حق المقاتل والمنتسب والضابط اللي تستقطع بعنوان ارزاق فائض، روح اشتري بيها اشياء اخرى، حسن الارزاق، سوي تحسين تغذية. فائض ما تقدرون تستفيدوا منه حتى بتحسين تغذية، رجعه وزعه للمقاتل، حتى لو يرجع لكل واحد 5000، هذا حقه، ما يصير يستغل. وبعدين هذا يصير باب من سدوا أبواب الشبهة والفساد. كل ما تكون أمور بتمشي بسياقات صحيحة وبسجلات وبلجان وكشراف ومتابعة، سدون أبواب الفساد، لأن الإنسان إن النفس الأمارة بالسوء، إنسان يوسوس إلى الشيطان. فلا بد أن نقطع دابر الفساد، نقطع سبل الفساد، نسد أبواب الفساد، ومنها هاي القضايا اللي هي محل شبهة. أنت نيتك زينة، نيتك تقول أنا أريد أصلح العجلات، أريد أصرفها للوحدة، بس هذا مو من حقك، وهذا يفتح فساد للآخرين يستغلوه. شو راح تدقق أنت وراء هذا؟ كمثال بسيط أنا حبيت أشير له. وهكذا بالوقود، وهكذا بصرف العتاد، دوام المنتسبين، حالات الفساد كثيرة ممكن أبوابها
لابد أن ننتبه لها ويصير عندنا رصد ومتابعة ومحاسبة. وإحنا طوال هذه الفترة تلاحظ يعني إجراءاتنا شديدة وصارمة ونفس الوقت عادلة، ما يعني من دون دليل وحجة نجي أقصينا أحد أو أبعدنا أحد، إلا أن يكون هناك بالفعل تقييم ومؤشرات واضحة أو يكون هناك إدانة، والإدانة راح محاكم. لكن هذا الموضوع أنا أقول لكم هل قد حجم الفساد كبير؟ لا تستطيع لا الأجهزة الرقابية ولا القائد أن يقدر يعالجه. يحتاج أن نتعاون جميعا، أن نتحمل مسؤوليتنا، أن نتحلى بالشجاعة. لا يفكر والله شلون باكر يصير عداوات بيني وبين فلان ضابط أو بيني وبين الوكيل بين الوزير، ما أدري يتغير فلان. هل تفكرون بيه؟ فكر شلون تأدي واجبك، واجبك الأخلاقي والوطني والشرعي. النقطة الأخيرة اللي أشرها اللي هي مهمة أيضا في عملكم وفي أدائكم وفي نجاحنا في المهمة، موضوع التماسك والوحدة في داخل صفوفنا، وكما يقال الوحدة بآمرها، وبالتالي عندما يكون الآمر هو قدوة حسنة للآخرين سينعكس هذا على الجميع بالتأكيد، وينعكس على أداء هذه الوحدة وأدائها وكفاءتها. وفي هذا الإطار حتى يصير عندنا تماسك بالوحدة لابد أن يكون العلاقة بين ما فوق والدون علاقة إيجابية، علاقة تسودها الأخوة، المحبة، الاحترام، مو هاي الحالة اللي يشكو الكثير المنتسبين الآمر هيك يسوي بينا، يتعالى علينا، ما يهتم بينا، والآمر والضابط يشكي من المنتسبين ما يشكي من التسيب، من الإهمال، عدم الطاعة الأوامر، التسرب إذا يصير واجب. هاي ما نريد تصير العلاقة بينكم وبين داخل الوحدة، ما تكون كان فوج أو كان سرية ولواء، وإنما يجب أن يسود العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، بين الضابط والمنتسب، علاقة الأخوة والمحبة والاحترام والطاعة، ومع حفظ السياقات العسكرية والتقاليد العسكرية هاي بمحلها. لكن هذا ما يمنع أنه يتعامل الضابط مع المنتسب والمقاتل مثل ابنه، مثل أخوه الصغير في الاهتمام به. والأمر الآخر اللي يأثر في تماسك الوحدة أن تسود بيناتنا القيم الإنسانية، القيم الإنسانية والمثل الإنسانية المتمثلة بالصدق، بالأمانة، عدم الخيانة، التضحية، الإيثار. والآمر هو أول واحد المفروض يتحلى بهذه الصفات، يتمثل بهذه القيم وشيعة بالآخرين، لازم يكون قدوة. والأمر الأخير في هذا الموضوع في إطار تماسك الوحدة وأن يكون الآمر قدوة حسنة، وهو اهتمام القائد والآمر بالشؤون الإدارية، وخاصة بالنسبة إلى الجرحى وذوي الشهداء، إنجاز المجالس التحريرية. خلي يشعر المنتسب والضابط اللي عندك أنت مهتم به، لا تصير مثل هاي الحالة اللي هسه ذكرت لكم عن هذا الرائد وأمثاله من الحالات، نهاية تؤدي إلى أنه المقاتل حتى في المعركة راح يتردد، ما راح يندفع، يعني يشوف مصيره أنه يهمل، ما حد بحاله، ما حد يهتم به. الشؤون الإدارية مهمة أخواننا، موضوع إن كان موضوع استحقاق الضابط أو المنتسب بالترقية، موضوع خدمة عند سابقة، موضوع الجريح، موضوع معاملة الشهداء المتوفين، هذه الأمور من تهتمون بها تؤدي إلى أن يشيع بيناتكم روح الأخوة اللي هي أحد عوامل نجاحكم وتقدمكم في المعركة.